ضربه ركنيه على طول للاتحاد بتتلعب جوه المنطقه ومنتهى الخطوره وضربه راسيه وهدف اول. الله الله الله، الهدف الاول لنادي الاتحاد. الضيوف يتقدمون هنا في ملعب جهاز الرياضه العسكري بضربه راسيه رائعه جدا، هدف امامنا الكره مره ثانيه، والضربه الراسيه على طول بيسبق وبيقطع الكره. محمد حمدي في الجهه اليمنى مستني اكرم عبد رب واميدا، والكره بينيه على طول لاميدا اوكوري وبيستلم الاثيوبي. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا رائع يا اثيوبي. اميدا اوكوري بيخلص ثاني يسجله الاثيوبي اميدا اوكوري لاعب سان جورج الاثيوبي السابق، اهي مره ثانيه عادل نفسه بشكل رائع ولعبها على شاري. ولكابتن حسام حسن النهارده تفوق تماما على نادي طلائع الجيش وادي مره ثانيه. محمد حمدي ورايح محمد وبيستلم ويحط نفسه ويلا جول 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 جول. يعني طلائع الجيش هيهزم مره ثانيه على ارضه ومره ثانيه بنفس النتيجه 3-0 يعني.